من بغداد مع الخبير الجيولوجي الدكتور أحمد عسكر، رئيس قسم الجيوفيزياء بجامعة بغداد. مساء الخير، أهلا بك معنا. العلماء قالوا بأنه عدد الزلازل قد يزيد، وهنا طبعا نحن نتحدث عن تشكيك، ولكن ما إمكانية صحة هذا التوقع؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام، وشكرا لتواصلكم بمتابعة أخبار هذا الموضوع. أهلا وسهلا بالتفاصيل الدقيقة. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني كل ما يقال عن أنه هناك أكو توقع من قبل العلماء لوجود هزات أرضية قادمة خلال السنين القادمة، أعتقد في نوع من التشكيك والخطأ، لأنه إلا موضوع الزلازل لا يمكن التنبؤ به مطلقا، وكانت الدول تسعى أنه تجد صيغة أو طريقة لغرض التنبؤ بحدوث الزلزال، والحقيقة ماكو دولة توصلت إلى هذا الموضوع مطلقا. الزلزال يعني حقيقة يحدث في أوانه نتيجة جهد متثاقل على الأرض أو متراكم على الأرض، تزيح الطبقات الأرضية عن كاهلها وتتحرر الطاقة ويصير سكون بعد هذا الموضوع. أها. طيب، دائما ما نقول، يعني كما قلت حضرتك والكل يقول بأنه لا يمكن توقع زلزال، ولكن هل ممكن أن نصل على الأقل أن نقترب من هذا الموضوع بعد كل هذا العلم، بعد كل التقارير التي تتحدث ومن ضمن ما ذكروه عن سرعة دوران الأرض؟ هل يختلف موضوع الحسبان هنا؟ بالنسبة للموضوع لازم نعرف الحقيقة ونثقف بموجبه، لأنه احنا خلال هذا الأسبوع الماضي حقيقة تكلمنا كثير بهذا الموضوع وثقفنا بكثير من الناس. الزلازل حقيقة يعني على أنواع ومختلفة، أكو زلازل تحدث بطريقة غير الطريقة اللي تحدث بها بقية الزلازل. احنا اللي حدث عندنا بالمنطقة وخصوصا في منطقة شبه الجزيرة العربية اللي هي أصلا هي كتلة محاطة بالعديد من المناطق الزلزالية اللي تمتد حقيقة من الصفيحة التركية اللي نسميها بالتركيش بريت، مرورا بالريت شيب سبريدين سنتر اللي هو مركز الانفتاح في البحر الاحمر، وصولا الى مركز انفتاح خليج عدن، الى تخوم الصفيحة الهندية، الى دخولا الى طريق الحد الفاصل بيننا وبين الصفيحة الايروهيزيان بليت اللي هي الصفيحة الاوروبية الاسيوية. هذه المنطقة حقيقة تشهد يعني هي المنطقة نشطة زلزالية. يعني باختصار دكتور أحمد، نحن يعني جغرافيا نتحدث عن مناطق، نعرف أي منطقة هي نشطة زلزاليا وفق لأي صفيحة هي تابعة، ولكن لا يمكن أن نتوقع زلزال. لا يمكن بطبيعة الحال. نعم. لا يمكن أن نتوقع زلزال، لكن كل ماذا يحدث بالآن أنه يبدو أنه الموضوع الانفتاح في البحر الأحمر اللي هو عادة تقريبا 4 سنتيمترات كل سنة، في حالة حركة كبيرة صارت أشهر الزلزال ضخم بقوة 7 something يعني 2 إلى 5 اصطدم مع الصفيحة الأوروبية الآسيوية أدى إلى هذا الموضوع الحقيقة. أنا أشكرك جزيلا أحمد عسكر، رئيس قسم الجيوفيزياء بجامعة بغداد، شكرا جزيلا لك.